اسمعي. ها؟ ليكي عندي خبر، انما ايه يجنن. صحيح ما تفرحيني يا انوشه، انا بقالي 30 سنه ما فرحتش. البت سابته. سابت مين؟ حبيبي القلب. هشام يا حبيبتي. امبارح مدحت ومختار قاعدين معاه طول الليل يواسوه، يعني دلوقتي هو محتاج على لكه صغيره. حاضر. تدوسي على زرار الحنيه شويه حنيه، تدوسي على زرار الحب شويه حب كتير حب. بتديني 350 جنيه في الشهر، يعملوا ايه دول بس دلوقتي؟ وحياتك يا بيه، امانة عليك تكلم الست تزودني شوية. جنيه يعملوا ايه؟ اهو بدل ما الوحدة تمشي بمشي بطال. يا عزيزه، عزيزه. نعم يا ستي، اوامرك. انا مش قلتلك تغيري الهباب اللي انت لابساه ده؟ حاضر يا ستي. قلبي صاحي؟ لسه حالا دلوقتي صاحي، لسه دلوقتي. طب نجري على المطبخ. طيب مش لما اكمل مسح؟ لا. قلت لا. ميرو، وزي ما بقولك كده، وديده هانم في عناية يا مدام حتشبسوت، اعتبريها في ايد امينة. انت سامعاني في اليوم الاسود ده ولا ايه؟ بس انا لفيت عليك الدنيا، انا رحت الانتكخانة قالوا لي في المتحف المصري، وصلت لحد المتحف المصري قالوا لي في دار المسنين. سامعاني؟ انت عاوزه تتجوزي وديده بنتي؟ ايوه كده، سخاني معايا، انا عايز اتجوز وديده هانم. انت واخد لقب بيه؟ انت بيه ولا لا؟ بيه الحاجات دي اتلغت من زمان يا حاجه. لازم اللي يتجوز وديده يكون بيه. ماشي، انا بيه. في عند حضرتك طلبات تاني؟ في طلب تاني. انا تحت امرك، اؤمريني. ملك لازم يوافق على جواز. تعرفي يا انوشه حبيبتي، الواد هشام ده ابن حلال مصفي، بس حظه وحش شويه. عندك انا مثلا، انا حبيتك حقيقي، حبيتك يا حبيبي.
بيتك ولقيت فيك الانسان اللي طول عمري بدور عليه، صدقيني صدقيني انا بحبك. انما هو بقى هيفضل طول عمره كده ضايع مش لاقي له بر. يا سلام، بقالي 40 سنة ما سمعتش كلام حلو زي ده. ميرو، يا ريتني افضل جنبك على طول ليل ونهار. ايه العربية فيها حاجة؟ لا، الظاهر ان العربية كمان بقالها 40 سنة ما سمعتش كلام حلو كده. يا حبيبي فرصة اجيب حاجة من الاجزخانة دي. ايوه كده، خد بالك من صحتك عشان خاطري. مساء الخير. مساء الخير. عندك دواء ينايم فيل؟ اصل الست بتاعتي عندها ارق وكل يوم كل يوم ما بتنامش وما بتنيمنيش معاها، مسكينه بقالها اسبوع لغايه دلوقتي ما بتنامش. اتفضل. فيل فيل. تاخد منه كام حبايه؟ حبايتين ينيموها 18 ساعة تقريبا. 18 ساعة. العلبة فيها كم حباية؟ العلبة فيها 100 حباية. 100 حباية في حبايه، يعني 18 في تاخد حبتين، يعني يعني ممكن العلبة دي تنيمها 3 سنين. ايه يا هشام بيه، هتفضل مكسر كده على طول؟ ده النهارده فرح صاحبك. معلش اصلي مهموم شوية. مهموم؟ مهموم من ايه؟ قول لي ايه السبب وانا اريحك. لا مش هتقدري. مش هقدر ازاي؟ هي مشكلة مادية؟ يعني عايز كام؟ ما تعملش كده، اعتبرني اختك. لا لا لا، ما تعتبرنيش اختك، اعتبرني بنت عمك او بنت خالتك، مفيش فرق بينا. انا مستعدة احل لك كل مشاكلك. هي اي مشكلة في الدنيا تبقى مشكلة مادية؟ برافو عليك، اديك قلتها بنفسك. انا بقى مستعدة احل لك كل مشاكلك، ايه رأيك بقى؟ مرمورة، ميرو، أحلى كوباية عصير لأحلى قنوش في الدنيا يا حياتي. ميرو، بعد ما نشرب العصير هتنام؟ بس عليك كلنا هننام يا حبيبتي. مجنناني شغالة يا نتن. بس ايه كده، عود كده يحل من على حبل المشنقة. ماشي والله يا قنوش، لو عرفت هتوديك على حبل المشنقة عدل. قنوش ده انا كل يوم بحط لها منوم، بس حاجة غريبة يا اخي، حظي وحش قوي، كل يوم يحصل حاجة.
انت اخبار جوازك ايه؟ الحمد لله. يا ابني انت بتصلح كرسي بالراحه شويه. بكره بقى يا جميل هنقعد انا والباشا قعده التوكيل. توكيل؟ وانا عبيط زيك. انت مراتك لو رميتك النهارده مش هتطول منها لا حق ولا باطل، انما انا خلاص استفت اموري ورتبت نفسي وهقعد معاها بكره عشان تعمل لي التوكيل. يا ابن النصحه. وهشام اخباره ايه دلوقتي؟ انا اخر مره سايبه مع بلبله. يا ريت يا جدع. اهو يبقى كلنا قبينا على وش الدنيا كده مره واحده. انت مد ايدك فين؟ بقول لك ايه؟ تيجي نروح له؟ في النادي؟ نادي ايه ما رفدوه؟ اهو قاعد متكوم على القهوه ليل ونهار. Thank you.